في جمهورية اليمن تخبئ هذه الجروف سرا قد يعيد كتابة التاريخ القديم. من المعروف أن المصريين قاموا بتحنيط موتاهم، لكن قد لا يكونون الوحيدين. في صحراء ملكة سبأ الأسطورية الباحثون يسابقون الوقت لكشف الأدلة. ذهبنا إلى 9 مقابر مختلفة وفتشنا في نحو 200 كهف. هل ستكشف صحراء سبأ أسرارها لحل لغز الأموات هذا؟ يوثق هوارد ريد ثقافة المومياءات في أنحاء العالم منذ 10 سنوات. درسها في أمريكا الجنوبية والصين ومصر وجزر الكناري وصورها وكتب عنها. بدأ هوسه بالمومياءات حين واجه الموت المفاجئ لصديق مقرب. جعلني هذا أفكر بالموت وما يحدث بعده وإلى أين نذهب، وقادني هذا إلى دراسة المومياءات. إحدى قراء كتب هاورد كتبت إليه تقول إنها رأت بعض المومياءات محفوظة في الجامعة في العاصمة صنعاء، لم يسمع بوجود المومياءات في اليمن من قبل أو أي مكان آخر في شبه الجزيرة العربية. هذا الخبر فاجأني تماما، شعرت بذهول تام. بعد أشهر قليلة ذهب هاورد إلى صنعاء، وبعد مناقشات مع السلطات رتب ليقود فريقا مشتركا للقيام ببحث علمي على المومياءات التي عثر عليها للحصول على عينات لم يعبث بها أحد من قبل من أجل التحليل الجنائي. إن تم إثبات أن حضارة مصر القديمة وسبأ كانتا على اتصال عبر تجارة التوابل، هل يمكن أن تكون هذه السيرة قد امتدت إلى تحنيط الموتى؟ أول شخص انضم إلى هاورد في سعيه صديقته القديمة الدكتورة جوان فليتشر الخبيرة في ثقافة صناعة المومياءات المصرية، وهي واحدة من الخبراء الرواد في دراسة شعر الأسلاف. أخذ هاورد جوان إلى جامعة صنعاء ليريها المومياءات التي تم الحصول عليها من قبور محفورة في الصخر خارج المدينة من قبل علماء الآثار اليمنيين في 80ات القرن الماضي، حيث حفظت بالقفل والمفتاح. هناك تقارير عن وجود مومياءات في أنحاء البلاد، لكنها تتركز في الجبال، ونحن لا نعرف أيها أصلي وأيها ليست كذلك. ليس هناك ما يقرأ، لم يكن هناك ما يمكن قراءته، كل شيء جديد. بالتأكيد لم أسمع يوما بالمومياءات اليمنية قط. ها هي. عجبا، شعر جميل. لديها ما يسمى ضفيرة أو عقدة عالية، ربما هذا اسمها. الشعر سميك عليها. يبدو أن هناك قطعة جلد واحدة تم لفها وخياطتها عليها. ثني الأجساد إلى وضعية الجنين وتغليفها بأكياس جلدية ليس معروفا في أي مكان آخر في الشرق الأوسط. من الواضح أن بعضها تعرض للسرقة. يكشف كيس مومياء مفتوح أن الجثث محشوة بالمواد الحافظة. وهناك شيء آخر، يبدو لي هذا كأنه كتان معالج. إنه مشابه جدا للقماش الموجود على المومياءات المصرية، الكتان مع طبقة طلاء عليها. أجل، وجه محنط. رائع، نواجه وجها لوجه يمنيا قديما. أجل، مدهش. نعم. والأذن، سأتفقد الأنف والممرات التنفسية هنا. تريد جوان أن ترى ما إذا قام اليمنيون القدماء بكسر عظم الأنف لإزالة الدماغ كما كان يفعل الفراعنة. يمكنك أن تنظري إلى الأعلى مباشرة ولن تري فتحة. الدماغ ما زال موجودا. يشعر هاورد وجوان أنهما ربما يكونان على وشك اكتشاف مثير جدا. هل يمكن أن يشير لف الجثة بالجلد إلى مفهوم مختلف تماما عن الموت والحياة الأخرى؟ في الاعتقاد المصري يتم حفظ الجثة كموطن لتعود إليها الروح. تبدو هذه المومياءات ملفوفة على شكل وضعية الجنين، كما لو أنهم يتوقعون ولادة جديدة وقيامة في الحياة الأخرى. تبدو المومياءات أصلية، لكن كم عمرها ومن صنعها؟ وهل هي جزء من حضارة أوسع تصنع المومياءات؟ يخرج هاورد وجوان بحثا عن أدلة في الكهوف قرب صنعاء حيث عثر على المومياءات. اطلب من الرجال أن ينزلوا السلم،
منظم الحملة هو طارق البيدر، رجل أعمال واسع النفوذ، تعلم في بريطانيا في أرض يسود فيها النظام القبلي، فإن وجود صديق مثل طارق أمر ضروري لتنفيذ الحملة بشكل سلس. يرافقهم علماء آثار محليون وموظفون حكوميون ووزير الإعلام وقسم الآثار. تم التنقيب في الكهوف الموجودة على هذه الجهة من الجرف بسبب ضرر سببه اللصوص، ولم توثق من قبل علماء أجانب. إنها على منتصف الجرف، ومن الواضح أنها من صنع الإنسان. عام 2800 قبل الميلاد استخدم صناع المومياءات المصرية قبورا محفورة في الصخور كما فعلت مجتمعات أخرى في الشرق الأوسط. هذا قبر رائع، إنه قبر مذهل، إنه كذلك. انظر إلى سماكة الجثة على هذا الجدار وعلى السقف، إنها حجارة محفورة اسودت بسبب استخدامهم المشاعل كما يمكن أن نتخيل. كانوا يعملون على ضوء المشاعل. يكون هناك سخام أسود على السقف ثم يدخل الرجل كي يزينه. هذا أمر معقد جدا، إنه مكان رائع للدفن. يمكن أن تكون هذه عائلة كبيرة أو عدة أجيال كما أظن. أجيال عديدة من الأرستقراطية المحلية. نعم، يمكننا القول إن هذه عملية معقدة تماماً. معقدة كثيرا. صحيح. هؤلاء ليسوا مجرد عوام يضعون موتاهم في كهف طبيعي. أنت محق، لقد اتسع له. لقد نام. هذا جميل جدا، أشعر برغبة في النوم. يوحي أول كهف أنهم كانوا يهتمون كثيرا بحفظ موتاهم، وقد طوروا ثقافة صنع مومياءات معقدة. في مكان أبعد عثر هاورد على كهف مثير للاهتمام له فتحتان. هذه هي البوابة الأصلية، لكن يبدو هذا كنظام تحسين. أجل، هذا هو المدخل الرئيسي. يمكن سدها بقطع خشبية وتصبح مختومة وسليمة. أجل، أمسك هذا من فضلك. انظر، كتابات. يا إلهي، انظروا إلى هذا. هذا لا يصدق، هذا هو اسم الجثة التي دفنت هنا. هذا قبرها. تصور، جثة ذات اسم. هذا مذهل. النقش الذي هنا ماذا يقول؟ عم وآر. هذا شبيه بشكل قديم من الكتابة في جنوب شبه الجزيرة العربية، يعود إلى نصف قرن قبل الميلاد، ما يعني أن تاريخ المومياءات يعود إلى أكثر من 2000 سنة، حين كان هذا الجزء من اليمن معروفا باسم سبأ أو شيبة، أرض بلقيس الملكة الأسطورية. بدأ هاورد وجوان برسم صورة لصناع هذه المومياءات. يبدو أنهم كانوا أشخاصا متعلمين آمنوا بالحياة الأخرى، وسعوا إلى حفظ موتاهم ليس بمعالجتهم بالمواد وتغليف جثتهم، بل بوضعهم في مواقع عالية جافة بعيدة عن أيدي اللصوص. تبدو هذه القبور وكأنها تشرف على الأرض التي تحتها، كما لو أنها تحرس سلالتها وتحميها. وعمليا فإن تغليف الجثث بأكياس جلدية سيسهل رفعها إلى قبورها في الكهوف الجرفية. لكن كيف صنع سكان شبه الجزيرة العربية القدامى مومياءاتهم؟ ستيفن باكلي عالم كيمياء آثار بريطاني متخصص بتقنيات التحنيط المصري، ومهمته أخذ عينات من المومياءات الموجودة في الجامعة من أجل تحليل كيميائي بتقنيات حديثة في بريطانيا. أرني، أعتقد من الجهة اليسرى من العنق. أجل، صحيح. يجب أن يكشف عمله المواد التي استخدمها هؤلاء الناس لحفظ موتاهم بالضبط. لكن هناك مشكلة، فمومياءات الجامعة أخرجت من قبورها منذ 10 سنوات، لذا فإن خطورة التلوث من التغيرات البيئية أو التلامس البشري مرتفعة. ومن أجل الشرعية العلمية تحتاج الحملة إلى جمع عينات نقية من موقع ميداني لم يمس من قبل. لكن مواقع هذه المومياءات مرتفعة على جوانب الجرف، والوصول إليها سيكون عملا خطيرا. يدرك هاورد أنه بحاجة إلى متسلقين مختصين وبسرعة. خذ يا ريكو، ما هو الموقع الأفضل؟ يا للمسكين، لقد عانوا الكثير، وغالبا هذا موقع لوجود المومياءات. عالم الإنسان هاورد ريد وعالمة الآثار المصرية جوان فليتشر في اليمن
بحثا عن مومياءات تعود إلى زمن الملكة بلقيس الأسطورية. المكان صحيح، يوجد منحدر بسيط تحته. عثرا على قبور محفورة في الصخور على جوانب الجرف، لكن للوصول إليها يحتاجون إلى مساعدة اختصاصية. هيرب ليجر وريكو ميلدي متسلقان أمريكيان وصلا توام من كاليفورنيا للانضمام إلى فريق هاورد. عمل ريكو اليومي هو برمجيات الحاسوب، وهيرب عالم صخور سابق. خذ يا ريكو. شارك كلاهما في حملات في أمريكا الجنوبية والوسطى، واختص هيرب في تسلق الآثار والكهوف لعدة سنوات. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بالابتعاد عن اليمن، لكنهما قاما بالزيارة الأولى لهما إلى هنا وهما متحمسان لتسلق الصخور. أهناك شيء آخر؟ اتجه الفريق مسافة 80 كيلومترا غرب صنعاء إلى جبال ماهويت. إنها من أكثر الأماكن وعورة في البلاد، وهي المكان الذي أكد قسم الآثار لهاورد وجود المومياءات فيه. لكن وجود الأجانب هنا يسبب الإرباك، فهذه تجربة الفريق الأولى في مشاهدة النزاع المستمر بين المحليين وموظفي الحكومة من صنعاء. للأشخاص الخمسة وجهة نظر مختلفة، بعضهم يقول إن بإمكاننا أخذ عينات والآخرون يقولون لا. نحن نناقش العينات ولم نرى شيئا بعد. محمد راجا المسؤول عن الآثار هنا ليس متأكدا ما إذا كان يريد أن ينقب الفريق مومياءاته، رغم أن هاورد لديه إذن للقيام بهذا من الحكومة المركزية في صنعاء. ستذهب المومياءات إلى متحف السيد محمد، ولدينا كل المواد الحافظة هنا، ومعنا خبير عالم يعرف كيف يقوم بهذه الأمور بشكل ممتاز. لن نلمس شيئا أبدا، سيصعد المتسلقان وسنرى ما إذا كانا سيؤكدان وجود مومياء هنا أم لا. في هذه المنطقة توجد المومياءات في أحياد على جوانب الجرف، وتوضع مختومة خلف جدران من صنع الإنسان. أدرك هيرب وريكو حالا أن الطريقة الممكنة الوحيدة للوصول إلى هذه المواقع هي الانزلاق من الأعلى. أفضل المواقع موجودة تحت التدليات التي حمتها من عوامل الجو واللصوص. هذا أكثر الأماكن تدليا في كامل الجرف الصخري. إن أردت الوصول مباشرة إلى هناك فإن النزول العمودي سيوصلك إلى الجدار الصغير. حسنا، سنحفر هنا. على الأرجح لم تمس الأحياد، وهي محفوظة بشكل جيد، لكن الوصول إليها هو الأصعب والأخطر بالنسبة إلى المتسلقين. ما يظهر لهاورد وجوان من تحت هو أن هذا الموقع مثالي. الحيد عال في الجرف وهناك جدار. هذا جيد. وهناك تدل كبير يحميه، كلها علامات مناسبة لوجود مومياء. إنها فارغة تماما. لا شيء خلف الجدار، ذلك مكان وجود القبر. هذا صحيح، أستطيع أن أرى أن لا شيء هناك، ولكنني سأصوره. هناك. الجدار الإنساني الصنع يوحي بوجود قبر هنا، ربما سبقهم اللصوص إليه. لا يوجد شيء هنا. إن وصل اللصوص إلى هناك أولا بالفعل فهذا أمر مفاجئ، لقد سبقوهم بألفي سنة. لكن هيرب لا يزال متفائلا. الموقع من صنع الإنسان. بالتأكيد، أي أنهم عانوا الكثير في الصعود إلى هناك، وهذا موقع وجود المومياء. صحيح، وهذا الأمر مشجع لي جدا. حتما هو. وصعوبة الوصول إليه تعني أنه لا تزال هناك مواقع لم يعبث بها أحد. كيف وصلوا؟ ربما باستقالات، فليس بالإمكان الوصول بالحبال. على مر الأيام القليلة القادمة سيستمر الفريق في مسح المنطقة. يدعي السكان المحليون وجود مومياءات في أجرافهم، لكن حين يتفقد هيرب وريكو لا يجدان شيئا، ومع عدم العثور على شيء بدأ الشعور بالإحباط. لا شيء هنا. لا شيء. هذه قرية ادعى أحد سكانها أنه عثر على مومياء منذ 4 سنوات. أين أفضل موقع؟ أين المومياءات كلها؟ لا أريد جدالا، هل سيدلنا على المكان؟ يقسم الرجل إنه رأى 8 جثث أو 9 أخرى هناك.
لا أرى أي شيء يشبه المومياء. هاورد، يبدو أن لدينا معضلة. إن صعد ريكو إلى هذه الحافة وبحث وبرأيه أنه لا توجد مومياءات هناك، نعرف أن محمد سيصر على أنه توجد مومياءات هناك. لا شيء هنا.